بالمادة هيدي ريدكسيون دي ماتريس. اوكي حشارك كذا شغلة على السريع، لأنه أصلا هذا الشاب بيتر نفس الشيء مثل السيستم لينير، يعني اللي بيفهم التي دي بيفهم الكور يعني. طيب بداية، أهم نقطة بهذا الشابتر، في شيء اسمه بولينوم كاركترستيك. منه بولينوم كاركترستيك، سو بولينوم، من البولينوم فينا نطلع الفالير بروبر. اوكي، منه من الفالير بروبر فينا نطلع الفيكتور بروبر. اوكي، بس ما في سلايد او سكرين. ما في شير سكرين؟ اوكي منيح، الحمد لله، لانه في شيء قلت يا ريت ما يشوفوه، الحمد لله ما شفتوه لكن. سو يلا هنرجع افتح. طيب هيدي الكتابة ما كنت حابب نشوفها لأنه مش مرتبة مظبوط. سو طيب فإذا هنرجع، أهم نقطة بهيدي المادة في بالشابتر هذا في شيء اسمه بولينوم كاركترستيك. طبعا نحن بنشتغل على ماتريس A، ماتريس كاري A. ماتريس كاري A بدنا نعمل له شو؟ بدنا نعمل له ريدكسيون، يصير عنده في عنده مقابل ماتريس A بريم. طيب ليش لهالتجربة هيدي من A نوصل لA بريم؟ لانه دائما بتلاحظوا الشغل على الماتريس لنجيب له الديترمينون، لنجيب له الانفيرس، فمنه سهل، صعب، في صعوبه. طب فكرنا بطريقه ثانيه، ليش ما بنعمل له شيء مشابه لاله بشرط من المشابه نقدر نطلع الفاليو لاله؟ هي فكره الدياجوناليزابل. ليش دياجوناليزابل؟ دياجوناليزابل يا جماعه جايه من كلمه دياجونال، يعني ماتريس A بنلاقي له مشابه لاله ابرين بيكون الدياجونال، هذا الدياجونال يعني ابريم شكله بيكون A B C فوق 0 تحت 0. اوكي، هذا مشابه لهذا. سو شو بنستفاد منه؟ بنستفاد منه اذا عرفنا الانفيرس لهذا بنعرف الانفيرس، اذا عرفنا الديترمينون بنعرف الديترمينون. يعني في كثير اشياء قادرين نستفيد منها من الماتريس ابريم، نطلع منه الماتريس A. بس السؤال بيطرح نفسه، هل كل ماتريس قادر يلاقي له مشابه له دياجوناليزابل دياجونال؟ انا عم بسالكم برايكم، هل كل ماتريس كاري بقدر يلاقي له مشابه له دياجونال؟ فيكن تجاوبوني؟ لا. ليه؟ في شرط يكون. طيب فاذا جواب صح، ما كل ماتريس بقدر يلاقي له ماتريس مشابه لألو دياجونال، في كونديسيونات معينة، في شروط معينة لقدر يطلع هالماتريس عنده دياجونال ولا لا. طيب إذا ما كان عنده دياجونال مشابه لألو بس، ولكن في مثل ما بيقولوا فسحة أمل إنه بيطلع شيء مشابه بس ولكن بيطلع تريونجيلير، بس أنتم ما حتاخذوا هيدي البارت، بس حتشتغلوا على بارت شو هن الماتريسات اللي بيكونوا دياجونال وشو بنستفيد منه. فإذا الجواب لا، ما كل ماتريس شرط يكون هو دياجوناليزابل او اللي له مشابه له دياجونال. طيب نحن هلا بهذا الدرس رح نشوف كيف بنعرف اذا هو دياجونال ولا لا، وطيب اذا كان دياجونال شو فينا نستفيد، شو فينا نستفيد منه. بدايه شو معنى دياجوناليزابل؟ مشابه، شو معنى مشابه له؟ سو بدنا نقول A هو دياجوناليزابل لما بنلاقي له مشابه له دياجونال. طيب شو معنى مشابه؟ المقصود فيها يعني ال A بقدر انا اكتبه دي لا فورم P موانز A أبريم P، اللي هو P بيكون انفيرسيبل. ماتريس جديد بنطلعه من خلال الفالير الفيكتور الفالير بروبر، إذا تتذكر في شيء اسمه فالير بروبر وفيكتور بروبر، لبي انفيرسيبل والأبريم دياجونال. ساعتها بنقول الأ والأبريم هن شو؟ متشابهين، سومبلابل. هذا الديفينيسيون للسومبلابل، إذا كان الأبريم دياجونال بنسميه هذا دياجوناليزابل. فاذا ليكون الا دياجوناليزابل لازم نلاقي له مشابه له دياجونال بشرط الا بينكتب شكله بي موانز ا بريم بي. لاحظوا اذا كانوا متشابهين فوتوا الديترمينون، سو الديترمينون ديترمينون ديترمينون، يعني شو بيعطيني؟ بيعطيني الديترمينون للا ايتيغال ديترمينون لبي موانز ا ضرب الديترمينون لا بريم ضرب الديترمينون لبي. طبعا البي وبي موانز ان بيطيروا بعض، لانه الديترمينون للبي موانز ان هو ان سير بي، يعني الديترمينون للا بيصير ان سير بي ضرب الديترمينون للا بريم
ضرب الديترمينو لبي، سو فينا نطير هذا مع هذا بفضلنا الفا. اذا شو بيعطيني؟ بيعطيني الديترمينو للا ايتيغال ديترمينو للا بريم. شوفوا اول خطوه بقدر برهن المام ديترمينو. بس شو استفدت منه؟ ما الا بريم منو دياغونال، فسهل جدا طلع الديترمينو للا اللي هو ا فوا بي فوا سي. فدغري، فاذا شو الافاده الاولى؟ الافاده الاولى بقدر تطلع بسهوله الديترمينو للماتريس. على فكره الابري منو ا بي سي، الا بتكون هنا الفالير بروبر اللي نحن عم نشتغل عليهم. سو بتلاحظوا كل شيء معتمد على الفالير بروبر وعلى الفيكتور بروبر، ومنهم بعرف اذا الماتريس دياجوناليزابل ولا لا. فاذا السؤال يرجع بيطرح نفسه، كيف فيني طلع الفالير بروبر لاي ماتريس؟ كيف بطلع الفالير بروبر؟ من خلال البولينوم كاركترستيك. اعطيك ان اكزامبل دغري، شو هو البولينوم كاركترستيك؟ كيف بنطلعه؟ البولينوم كاركترستيك يا جماعه بنرمز له بي ا لامدا، اللي هو شو هو؟ هو ديترمينون ل ا موان لامدا اي. هذا هو بنسميه بولينوم كاركترستيك. بنجيب الديترمينون ل ا موان لامدا اي، هو بيطلع بولينوم كاركترستيك. كيف بنجيب الفالير بروبر منه؟ الفالير بروبر بنفترضه بي ا لامدا ايتيغال ا زيرو، اوكي ايتيغال ا زيرو، منه بيطلع السوليسيون لامدا 1 ولامدا 2 ولامدا 3 اذا كنا عم نشتغل بالار 3. اوكي طيب بالديمونسيون 3. اعطيك ان اكزامبل، اكزامبل اعطاني مثلا ماتريس قال لي 1 1 0 1 0 1 1 مثلا، قال لي جيب لي البولينوم كاركترستيك. اول سؤال، وقال لي جيب لي البولينوم كاركترستيك. السؤال اللي بعده قال لي طلع لي فالير بروبر. فالير بروبر، اوكي، في شيء اسمه فالير بروبر، في شيء اسمه فيكتور بروبر. فالير بروبر، بس بدي اقول لكم معلومه كثير مهمه، انه لنقدر نحكي عن الدياجوناليزابل مثلا هذا الدال اوردر تاعه 3، ليكون الدياجوناليزابل او عنده شرطين مهمين. الشرط الاول، او مش شرطين، اول شرط كثير مهم انه يكون عنده 3 راسين البولينوم كاركترستيك، يكون عنده 3 راسين دون ار. يعني مثلا اذا البولينوم كاركترستيك طلع مثلا شكله لامدا 2، طلع مع شكله لامدا 2 بلس 1 ايجال ا زيرو مثلا، افتراضا طلع عندي البولينوم كاركترستيك هذا كم عنده راسين؟ بالار عنده بس واحد اللي هو لامدا ايجال ا زيرو، لانه هذا بيطلع لامدا 2 ايتيغال ام موانزا امبوسيبل، فهذا ما عنده راسين. فبما انه طلع عنده بس راسين واحد، فاذا اجباري يكون ني با دياغوناليزابل. فاذا لنحكي دياغوناليزابل ولا لا، الشرط الاساسي يكون عنده 3 راسين، يمكن يكونوا دوبل، يمكن يكونوا سامبل، المهم يكون عنده 3 راسين دون ار او دون كا اللي عم بشتغل عليه، لانه الكا احيانا بتكون ار واحيانا بتكون سي. فاذا انا هدفي طلع الراسين لهذا البولينوم كاركتر. لا شوف هذا اذا عنده بولينوم دون ار، ونطلع الفالير بروبر لهذا. فاذا كيف نطلع البولينوم كاركترستيك؟ البولينوم كاركترستيك بكل سهوله بنحطه بي ا لامدا ايتيغال ا زيرو. بس علي انا اطلع، سوري، قبل البولينوم كاركترستيك، قبل البي ا لامدا، بنجيب البي ا لامدا. شو بيصير بي ا لامدا؟ بكل سهولة بنجيب الديترمينون للماتريس بس الدياغونال بنحط موان لامدا. سو بيصير عندي ا موان لامدا 1 2 1 0 موان لامدا بتطلع موان لامدا 1، وهون بيعطيني 0 1 ا موان لامدا. بس على الدياغونال، بس بتلاحظوا على الدياغونال بس بنقص اللامدا، بس ما بيتغير الماتريس، بس بنقص اللامدا بنجيب له الديترمينون لهذا. كيف نجيب الديترمينون لهذا؟ سو الميثود البتكنيه اللي علمتكم عليها، البتكنيه اعملوها مثلا بار اكزامبل اذا بدكم فيك تشتغلوا هذا. الو، نقص سي 3 من سي 1، نقص شو سي 3 من سي 1؟ مصفر هيدي الان، بصير عندنا 2 0. قصدك هيدي؟ وي ما حنستفيد شيء، كيف بدك تنقصها؟ كيف بدك تصفرها؟ اذا نقصنا الكولون 3 من الكولون 1، هذا من هذا يعني بيصير هون بيصير الام، هذا ام واللامدا بفضل ام واللامدا 0 2 ولا بيصير هون 0 وهون 0، ما استفدنا شيء. الام والتروا، نعم، يعني اول كولون والثالثه هذا مع هيك. ايوه شو بدك تعمل اذا نقصنا السي ام من السي تروا؟
ممكن بس لا انتبه، هذا حي الزيرو حتتغير، ما هي الزيرو حتصير هون ام ام بالله. واللمدة، حتيجي هون ام واللمدة، حيصفر هيد بس هذا ما حيرجع يعبي، فنفس الفكرة يعني. انتبهت عليا؟ بس يعني انت الطلوع اذا ممكن نقصت يجي السي ام السي تروا بصير هون ام واللمدة موان دو، بصير عندي موان لمدة موان ا، وهون زيرو، وهون حتصير لمدة موان ا، فحترجع تعبي الزيرو، حترجع تعبي. فاسهل طريقة بتحطه بلوس هوني وهوني موان، شو بصير عندي؟ بصير عندي ام واللمدة، اذا شطبنا هيك ام واللمدة بيعطيني موان لمدة ام واللمدة، اوكي. تاني واحد بصير موان، طبعا نشتغل على موان، موان ا، اذا شطبنا عند الا موان ا ديترمينون ل ان دو ان ام واللمدة، صح؟ فبيجي بنعمل كالكول، بصير عندي انا هون ام واللمدة، شو بصير هون الماتريس؟ هون بصير عندي انا هون الماتريس موان لمدة، موان لمدة بيعطيني هون لمدة، لمدة موان زان موان ان، هذا جواب هذا كله موان. هون شو بصير عندي؟ لمدة موان ان موان دو، بصير هون ام موان لمدة، ام موان لمدة موان دو، يس، اوكي. لامدا دو موان لامدا موان ان، ان موان لامدا، هون بصير عندي سو خلوها هيدي موان ان، حطوا هيدي موان مشان يزبط معي، اول وحده هي موان ان، حطوا هيدا موان ان مشان يزبط معي، فهون بصير عندي موان موان ان موان لامدا، اوكي. طيب ايجال، فشو بتلاحظوا هلا؟ هون الان والموان بفضل موان، يعني كمان هون بيطلع موان موان لامدا، اوكي. فبتلاحظوا في هون مو ام ولا لامدا ومو ام ولا لامدا، خذوا مو ام ولا لامدا ام فاكتور، بفضل عندي مو ام مو لامدا فاكتور، شو بفضل من اول واحد؟ بفضل عندي لامدا، لامدا مو ام مو ام، وهون شو بفضل عندي؟ مو ام، اوكي. ما هي مو ام وفي مو، لا هيدي مو ام ولا لامدا كلها خطها اون فاكتور، بفضل اذا خطها اون فاكتور بفضل مو ام بدالها، فهون بيطلع عندي السوليسيون، بيعندي احط موان برا بيطلع لامدا بلس 1، لامدا بلس 1 شو بيفيد؟ شو بيصير عندي؟ بيصير عندي هون لامدا 2 موان لامدا موان 2 هيك، يا هلا هون بجيب لها الدلتا، هلا هذا البولينوم كاركترستيك، اكثر من هيك ما فيني اعمل له ديفلوب هسه، هلا حشوف اذا بقدر اعمل له ديفلوب لامدا 2 موان لامدا موان 2 شو الدلتا لالو، الدلتا بدي اعمل له فاكتوريزاسيون، فالدلتا لقاله بيطلع اصلا هي هيدي، هذا شكله، هذا شكله ا موان بي بلس سي، ما هيك تعرفوها هيدي ا اكس 2، يا هي شكله ا موان بي بلس سي ايجال ا زيرو، فبيطلع عنده اثنين سوليسيون اللي هي لامدا ايجال موان ا، ولامدا الثانيه ايجال موان سي سير ا، يعني 2 صح؟ لانه انتم بتعرفوا اذا ا بلس ا موان بي بلس سي ايتيغال ا زيرو، فبيكون عنده سوليسيون لامدا ايتيغال موان ا، ولامدا 2 ايتيغال موان سي سير ا، هيدي السي موان سي سير ا، موان 2 بيطلع موان 2 على ا، يعني موان موان 2 على ا بيطلع 2، فاذا شو هو السوليسيون؟ بيطلع السوليسيون موان لامدا بلس 1 او كاري ومرتاح بيطلع، هي هسه هلا شوف بيطلع هون لامدا بلس 1 لامدا موان لامدا موان 2، ففعليا شو بصير عندي؟ فاذا البولينوم كاركترستيك بيطلع موان لامدا بلس 1 او كاري، اوكي لامدا موان 2، هذا اذا كان الكالكيل معنا صح، فهذا بنسميه بولينوم كاركترستيك. فاذا شو طلع عندنا البولينوم كاركترستيك؟ سو بي ا لامدا نكتبه هيك ايتيغال كوا؟ ايتيغال موان لامدا بلس 1 او كاري لامدا موان 2. طيب شو هو الفالير بروب؟ بكل سهوله الفالير بروب بنقول له امبليك، شو الفالير بروب؟ الراسين، الراسين لالو مو ان او دو، يلا ثانيه بس، فاذا انا عندي كم راسين؟ عندي اثنين راسين اللي هن شو هن؟ سو انا عندي لامدا ان
est égal lambda 2 est égal شو 2 moins 1 ليش moins 1 هيدي لانه بنخذ هيدي égal à 0 راسين الاول راسين الثاني شو هو لامدا 3 اللي هو ات ايجال ا 2 فاذا انا عندي 2 بنقول له نحن سبيكت سبيكت يعني فالير بروبر سبيكت هذا مش دياجوناليزابل ما هيك نعم مش دياجوناليزابل هالماتريكس لا ما بنعرف اذا دياجوناليزابل اذا شيء ثاني انها بس عم نجيب الفالير بروبر اذا شيء ثاني يعني كليا فاذا انا سبيكت الفالير بروبر شو بيطلع فاذا سبيكت للا بيطلع فاذا عندي 2 موان 1 و 2 واحد منه دوبل والثاني سامبل الموا ان هو دوبل اللي هنا لامدا ان لامدا 2 ايتيغال موا ان واللامدا 3 ايتيغال ا 2 بتلاحظوا هون اللي الدور اللي فوق هيدي الدور شو بنسميها ميزير الجبريك فاذا في شيء اسمه كمان ميزير الجبريك للفالير بروبر الميزير الجبريك بنقول ام ا للموا ان شو بتطلع ام ا للموا ان الميزير الجبريك للموا ان هي البوسانس تاعتها اللي هي ايتيغال ا 2 والمزير الجبريك للدو شو بتطلع ات ايجال ا 1 لانه هون نعم اسمها ملتيبليسيتي او مزير ايه عفوا ملتيبليسيتي الجبريك ملتيبليسيتي او ممكن كمان تضبط مزير الجبريك بس انه مكتوب الكل ملتيبليسيتي الجبريك سو هيدي بنسميها ملتيبليسيتي الجبريك للموا 1 بيطلع هي البويسانس لاول واحد والملتيبليسيتي الجبريك للدو اللي هي 1 فهل كثير بدي يمرقوا معنا ميزير ملتيبليسيتي الجبريك طيب فاذا حدا عنده سؤال كيف طلعنا الفالير بروبر وجبنا الميزير الجبريك بالاساس اشتغلنا على على من جبنا الموا 1 ها مثلا انت عندك لامدا بلس 1 او كاري ايجال ا 0 هذا شو بيعطيني ما انت شو معنى فالير بروبر فالير بروبر فالير بروبر ما نحن طلع عنا ما طلع عنا بي ا لامدا البولينوم كاركتستيك طلع شكله ايتيغال موان لامدا بلس 1 او كاري لامدا موان 2 ما هيك طلع معنا وي طلع معنا لامدا بلس 2 ولا لامدا موان 2 لامدا بلس 2 يا يا موان 2 سيسر يس طيب فنحن اللي نطلع الفالير بروبر بنحط بي ا لامدا ايجال ا 0 فشو معنى بي ا لامدا ايجال ا 0 يعني موان لامدا بلس 1 او كاري لامدا موان 2 ايجال ا 0 هيك بنحط صح فلما بنحط هيك يعني لامدا بلس 1 او كاري ايجال ا 0 و لامدا موان 2 ايجال ا 0 من هون بما انه هيدي او كاري يعني عندي اثنين راسين فبنقول يعني لامدا 1 ايجال لامدا 2 ايجال ا موان 1 و لامدا 3 ايجال ا 2 يعني كم عندي راسين انا 3 راسين اول واحد هو دوبل والثاني هو سامبل مفهمت؟ دكتور انا فوق ما فهمت اول شيء كنت عم تشرحه وين لما طلعنا الموا خدنا اموا الفا يعني من هون اموا قصدي شو بيقولوا لها ما بعرف من اول شيء بالاحمر شرحته اوكي اموا لامدا يعني ايه من هون ما فهمت شو عمل لا هذا ديترمينو عادي انا عندي هون ا ب 0 كيف بنطلع الماتريس كنا نتذكر كنا نعمل هيك هي ايتيغال ا ضرب الديترمينو للجوا اللي بفضل هون ناقص ب بنشطب عند البي ناقص ب ضرب اللي بفضل هذا الديترمينو تعريف الديترمينو عادي منه ما في شيء جديد يعني فليش ليش اشتغلت عليه انا اشتغلت عليه لانه في زيرو هلا فيك تشتغلي على لم هذا وهذا وهذا بس اصعب يعني بس دائما نفكروا على محل في زيرويات فهمت وي اوكي طيب كثير منيح يا بليز سبيك تايد كيف جبنا ملتيبليسيتي الجبريك راح النت عندي الان ملتيبليسيتي الجبريك طبعا كل فالير بروبر عنده ملتيبليسيتي الجبريك ملتيبليسيتي الجبريك هو طلع هذا تابع لشو هذا للموان صح؟
وهذا تابع للدو صح؟ للفالير بروبر دو وهذا فالير بروبر موان مزبوط ولا لا؟ وي yeah. فهو شو هو الميزيد الجبريك للموان؟ هو بس البيسانس تاعه بس يعني كم مرة نكرر الملتبليسيتي الجبريك؟ وي ميرسي طيب هلا انتقلنا سمح لنا على الدياغوناليزابل ولا لا؟ اوكي كل عم نشتغله هلا عم نجيب الفالير بروبر. طيب كيف بنطلع الفيكتور؟ الفيكتور بروبر. الفيكتور بروبر يا جماعه فاذا نحن حتى الان اللي استفدنا منه انه لقينا هذا الماتريس عنده اثنين فالير بروبر اللي هو موا ا عندنا اثنين فالير بروبر موا ا والثاني واحد شو هو؟ دو هذا عنده ملتيبليسيتي الجبريك لألو دو ملتيبليسيتي الجبريك لألو هذا ملتيبليسيتي الجبريك لألو آن. في حدا عنده سؤال قبل ما انتقل للمرحلة الثانية؟ طيب كتير منيح. فإذا نحن بس لنتذكر الماتريس، الماتريس هو موان آن آن زيرو، بس لأتذكر الماتريس هو موان آن آن زيرو وعندي انا ان 0 ان ان 0 ان وعندي 2 ان ان 2 ان. طيب طبعا يا جماعه في كثير نقطه كثير مهمه، كل فيكتور بروبر كل فالير بروبر عنده فيكتورات بروبر، يعني الموا ان عنده فيكتورات بروبر والدو عندها فيكتورات بروبر. طيب كيف بطلع الفيكتورات بروبر اسوسي على الموا ا؟ كثير سهله. شو بتقولوا؟ بتفترضوا الفي فيكتور في عنده اكس ايغريك زد. ليش اكس ايغريك زد؟ ليش مش اكس ايغريك؟ لانه احنا عم نشتغل بالاوردر. شو الاوردر للماتريس؟ تروى. فاذا اكس ايغريك زد نفترضه هو فيكتور بروبر، هو فيكتور بروبر. الفيكتور بروبر من المزله هيك ابارتيان على الاو، كلمه او موا ا، كلمة إيه موا ا مقصود فيها اسباس بروبر، هيدي بنسميها اسباس بروبر تاعت مين؟ تاعت الموا ا، أوكي؟ طيب، بس تشوفوا هذا منظر أبارتيان على الإيه موا ا، يعني مقصود فيها الفيكتور هذا هو فيكتور بروبر لمين؟ فيكتور بروبر للموا ا. طيب شو معناتها الحكي في هو فيكتور بروبر؟ دغري فيكم تقولوا يعني مقصود فيها أ في أ في إتيغال موا موان في. الموا مناقشة الموا هي الفالير بروبر، اوكي يعني موا ا، فبس يكون هو فالير بروبر يعني هيك. او كمان فيك تشوفوها ا موا موا اي ديترمينون لا لا سوري ا بلس V plus U plus I. Fois V égale à 0. Yeah, fois V est égal à 0. OK? ليكون هو شو هو؟ ليكون valeur propre. يا بتشتغلوا على الفا يا بتشتغلوا على. ليش ما شفت بلس؟ بلس هي مقصود فيها لأنه هي فعليا احفظوها. V valeur vecteur propre للامدا، هذا بيعني A V égal شو؟ لامدا V. أو فيك نشوفوها A موان لامدا اي للفي ايجال ا زيرو. فالبدكن اياها بتشتغلوا عليا. انا برج بفضل تشتغلوا على الثانيه ا موان لامدا اي. بس هون اللامدا شو هي لامدا؟ موان ا، في موان بصير بلس اي، مشان هيك انا حطيت ا بلس اي في ايجال ا زيرو. مفهوم؟ طيب كيف بنجيب الفي؟ كيف بنجيب الفي؟ بنحط كل شيء بقيمته. وين الا؟ الا احو هون، سو بنحط هون موان ا. دغري انت زبطت دغري تجمعوا مع على الدياجونال بصير عندكم موا 1 بلس 1 صح؟ لانه انتم عندكم بلس اي بلس 1 1 2 بس بتغير الدياجونال 1 1 1 0 1 2. ليش صارت 2؟ لانه كانت موا 1 هيدي كانت موا 1 وجمعناها مع 1 بتصير 0، هون بتصير 0 و0 بلس 1 بتصير شو؟
بتصير اه وهوني ار كيس ار بتصير 2 فاذا هيدا حت اول وحده حتكون حتكون 0 سو هلا حتكون هيدي 0 ابليكي على شو على الفي اللي هي اكس ايغريك زد ايتيغال كوا ايتيغال 0 بتشتغلوا على الثانيه والاولى اللي بيشتغل على الاولى كمان بيرجع لنفس الشيء للثانيه هون بيخلق عندي سيستم يا جماعه شو السيستم اللي بيصير بصير عندي سيستم هو ايغريك بلس زد ايتيغال 0 واكس بلس ايغريك بلس زد ايتيغال كمان 0 وهون بيتيني ايغريك دكتور 2 زد فوق يا دي زد ايتيغال كوا ايتيغال ايغريك بلس دي زد سوري ايغريك بلس دي زد ايتيغال 0 اكس بلس ايغريك بلس زد ايتيغال 0 y plus dz ايتيغال 0 في شي غلط نو تمام يا هلا هون كيف بنحل طبعا بنعمل له ايش لون مول للماتريس بنطلع هيدي لفوق بتعرفوا انتم لنطلع السيستم نظبط الايش لون فبيصير عندنا هون x plus y plus z ايتيغال 0 وهون بيصير عندي y plus dz ايتيغال 0 واخر وحده y بلس دي زد ايتيغال 0 فنفس الشيء يعني هلا هيدي هي زيتها نشط بوحده ما مشكله بصير عندي انا ايغريك ايتيغال 2 زد يا فهون طلعنا الايشلون مو ما بقى فينا نعمل ايشلون مو اكثر من هيك بنحط كل شيء بقيمته فاذا اكس بلس ايغريك بلس زد ايتيغال 0 بصير عندنا هون ايغريك ايتيغال كوا موان 2 زد صح اوكي طيب بنشيل الايغريك بنحط بدالها موان دو زد هون فوق فشو بصير عندي امبليك بصير عندي سيستم اكس موان دو زد موان زد ايجال ازيرو وايغريك ايتيغال موان دو زد هلا موان دو زد دو زد بيطيروا بعض بتصير موان زد جيبوها لبعض الايجال فيش بيدينا الاكس بيدينا الاكس ايتيغال كوا زد مظبوط واي شو بتساوي نعم كيراك موان بيطلع فيكتور ام وين دو ام وين موان دي زد موان موان دي زد شوي اي حطينا شلنا الاي حطينا بداله موان دي زد صح لا من عم بسمع شيء او صوتكم مظبوط مظبوط كله مظبوط دكتور فاذا بعد ما نطلع ليه الاكس ايتيغال زد واي ايتيغال ام 1 زد كيف بنطلع الفالير بروبلم شو بنكتب طلعوا كيف بنكتب نقول الفي ايغال هيك بتتبعوها على طول هيدي في ايغال حطوا كل شيء بقيمته زد الاكس منها اكس واي زد حطوا الاكس بقيمته زد 1 دي زد زد صح زد بتركوها زد طلعوا الزد لبرا بصير زد فاكتور 1 2 1 هذا هو الفيكتور بروبر بيطلع سو شو بتقولوا فاذا لامدا 2 طلعت معي انا لامدا 2 عند لامدا 1 اللي هي لامدا 2 كم عندها فيكتور بروبر طلع عندها بس فيكتور بروبر واحد عندها فيكتور بروبر نسميه في 1 في 1 ايتيغال كوا عنده بيطلع 1 موان 2 1 صعب شيء فاذا ايغال 1 ايه لامدا 1 لامدا 2 اللي هي موان 1 بصير عندها فيكتور بروبر في 1 هي 1 موان 2 1 لا انا قصدي على الزد زد طلعناها لبرا اوكي ضرب الزد هذا بنسميه الفيكتور بروبر لاحظوا لامدا ايتيغال ام 1 كم عندها فالير بروبر سوري ده المزير الجبريك لالا 2 لالا 1 شو المزير الجبريك لالا طلع 2 ما هيك 2 عدد الفيكتورات هون كم في طلع عندي فيكتور 1 واحد هذا بنسميه شو هو المزير جيومتريك
عدد اسمه مزير جيومتريك للمزير جيومتريك للموانزا هو عدد الفكتورات بروبر، هو نمبر دي فيكتور بروبر. كم عنده فيكتور بروبر طلع؟ فيكتور واحد. بس يختلف المزير الجبريك والمزير جيومتريك so فاذا بس تلاقوا عدد الفكتورات بروبر من قد المزير الجبريك so دغري بتقولوا الماتريس نيبا دياغوناليزابل. فاذا هون انا دغري فيني اقول نيبا دياغوناليزابل، ليش؟ لانه المزير الجبريك للموان طلع ضد طلع المزير الجبريك ديفيرون كمزير جيومتريك، بس يطلعوا مختلفين so فاذا الماتريس بيكون نيبا دياغوناليزابل. اوكي هيك تقريبا يا جماعه شرحت لكم ثلاث ارباع الكور. هسه اشرح لكم كم فكره على السريع. هسه كمان في لدو بس ما جبتها. اوكي دو نفس الفكره ماشي، بحل لكم لدو كيف نجيبها. دكتور بس انا علق كثير نت عندي، فيك تعد لي بس اخر فكره بليز؟ لا الاخر فكره طبعا ما طلعنا الفي عددون عدد الفكتورات بروب بنسميه مزير جيومتريك، لانه في شيء اسمه مزير الجبريك ومزير جيومتريك. شو هو المزير جيومتريك؟ مزير جيومتريك هو عدد الفكتورات بروب اللي طلعوا معي، ما طلع معي الا واحد، فاذا هي اتيجال اه. وليكون دياغوناليزابل اجبار يكون المزير الجبريك بيساوي المزير الجيومتريك. المزير الجبريك معي 2 والمزير جيومتريك معي 1، بما انه اختلفوا سو ماتريس نيبا دياغوناليزابل دغري. فهمت؟ وي ميرسي. هلا هون كمان الدو نفس الفكره. الدو شو بنحط هون؟ بصير هون يمكن انتم دو بتزيدوا دو، بصير هون دو، بصير هون 3 وبصير هون لا عفوا موان دو، نحن عم ننقص ناقص، بصير عندنا اكل حل حيمرق معنا ما حاشرح حيمرق معنا كثير الفالير وبروبر فيكتور. طيب فاذا في اول تيوريم، اول تيوريم عندنا اذا كان عندي انا لامدا 1 ديفيرون كي لامدا 2 ديفيرون كي لامدا 3 ديفيرون كلهم ديفيرون 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 كي لامدا ان، اذا كلهم كانوا ديستينغي يعني ما في ولا فالير بروبر بيشبه الثاني سو بيعطيني شو؟ ا دياغوناليزابل. فاذا بس يكون الفالير بروبر كلهم مختلفين ما في لامدا 1 ولامدا 2 مثل بعض. تتذكروا الاكسرسيس اللي قبله، اكزامبل اللي قبله قبل هلا اشتغلناه، عنده لامدا 1 ايتيغال لامدا 2. هون عم بيقول لي اذا كان كلهم مختلفين ديستينغي سي لو تو لي فالير بروبر سون ديستينغي الور ا اي دياغوناليزابل. فاذا ا بيكون دياغوناليزابل اذا كانوا كلهم ديستينغي. الشرط الثاني اذا كان انا عندي ميزور الجبريك لللامدا اي ايتيغال ميزور جيومتريك لللامدا اي الور دغري كمان بيكون عندي الا اي دياغوناليزابل. اوكي فاذا بس كلكس هو لامدا اي كلهم يعني مش انه والله زبط على ناس وناس ما زبط، لازم كله كلكس هو لامدا اي. اذا المزير الجبريك بيساوي المزير جيومتريك كمان بيكون شو هو؟ بيكون دياغوناليزابل. طيب النقطه الثالثه بدنا نستفيد منها، بتتذكروا البي لامدا ماتريس البولينوم كاركترستيك؟ قال اذا شلتوا اللامدا، شلتوا اللامدا حطيتوا بدالها ا الجواب بيطلع ايتيغال ا زيرو. يعني شلتوا حطيتوا الماتريس ا الجواب بيطلع ايتيغال ا زيرو. شو معنى هالحكي؟ اكزامبل اذا افتراضا مثلا البولينوم كاركترستيك طلع معكم مثلا بي ا لامدا، هيدي كثير مهمه هيدي، طلع معنا مثلا شكله طلع معنا لامدا 2 بلس 2 لامدا بار اكزامبل يعني مو ا مثلا. اوكي هذا شو فيني استفيد منه؟ دغري انا فيني اقول بي ا للا ايجال ا زيرو. هذا شو بيعني لي؟ بحط كل شيء بقيمته، هذا بيعني لي ا 2 شوفوا ما اجملها هيدي ا 2 بلس دي ا ما بنحط مو ا بالماتريس، شو بنحط؟ مو اي 2 مو اي 3 ايجال ا زيرو. بتجيبوا هيدي لبعد الايجال، شوفوا كيف بنطلع الانفرس بطريقه كثير حلوه، نقول ا 2 بلس دي ا ايتيغال اي 3. خذوا الا اون فاكتور، يفضل عندنا ا بلس دي اي ايتيغال اي 3. ف
فاذا بيطلع انفيرسيبل والانفيرس لقالوا شو هو ا بلس دي. فاذا هيدي كثير تيورم كثير مهمه لما بيكون عندك البولينوم كاركترستيك بحق نستخدمه هيدي الميثود. طيب كونديشن الشيء الثالث اللي بدنا نستفيد منه كثير حلوه كمان هيدي ديترمينون للماتريس فينا نطلعه دغري هو لامدا ا ضرب لامدا 2 ضرب لامدا 3 دغري فينا نعرف الديترمينون للماتريس من دون ما حلها دائما. فاذا الشيء المستفيد ثاني شيء بدي استفيد منه انه على طول على طول البرودوي للفالير بروب بيطلع هو الديترمينون. يعني الاكزامبل اللي قبله ما طلع عندي انا لامدا 1 ايتيغال لامدا 2 ايتيغال -1 ولامدا 3 شو طلعت عندي لامدا 3 طلعت عندي هي 2 شو ضل لي انا فيني اعرف الديترمينون من دون ما احله الديترمينون للا هو ايتيغال -1 ضرب -1 ضرب 2. بتلاحظوا -1 ضربتها مرتين اجبرت تضربوها مرتين فبيطلع معك -1 ضرب -1 ضرب 2 بيطلع الجواب له ايتيغال 2. فاذا كثير حلو البولينوم كاركترستيك كتير بيسهل علينا اشياء. اول اشياء بيسهل علينا اذا كان الديترمينون ديفرون كزيرو انفيرسيبل بقدر طلع الانفيرس لقاله بطريقة كتير سامبل. والشغلة التانية اللي فيني استفيد منه الديترمينون للماتريس بيساوي شو؟ بيساوي اتقال عدو. اسا في فكرة اخيرة كتير مهمة اذا بتتذكروا من شوي حكينا اذا كان دياغوناليزابل اجباري اذا دياغوناليزابل اجباري كيف يكون شكله اتفقنا exist p بشرط p انفيرسيبل بشرط شو بشرط ال a شو بيساوي p موانزا ap ما هيك p موانزا ap. طيب شو هو ال a ال ابريم هون او دي بسموها دي هي هون بسموها دي مش ابريم او ابريم خلوها ابريم مش مشكله. طيب كيف فينا نركب ال p وكيف فينا نركب الابريم بكل سهوله يا جماعه بكل سهوله ال p كيف فيني ركبه من الفيكتور بروبري اللي طلعوا معي بركبن هيك بحط ال V1 V2 V3 مركبن هيك هذا ال P ال P موانزان سهل بتجيبوا الانفيرس لل P. طيب شو هي ال أبريم كمان سهل ال أبريم كتير سهل بنحطهم بالترتيب لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 فوق 0 تحت 0 هيك. إذا كان دياغوناليزابل بقدر أعمله هيك الفورميل بتعطيني A إتيقال P موانزان أبريم P شو هو ال P نحط الفكتير بروبر والابريم هن الفالير بروبر والفورمي بتصير ا بي موانزا ابريم بي. طيب في شغله كثير مهمه اذا كان دياجوناليزابل شو الافاده منها اذا ال ا لاحظوا اذا ال ا اتيغال بي موانزا ا بي كثير شغله حلوه بيعطيني ا على بسونس شو ما كان لو بسونس لالو ا على بسونس ان ا على بسونس مليون شو بيساوي بي موانزا ابريم سوري ابريم ان الابريم ان ابريم ان سهله جدا لانه اذا كانت دياجونال لان بتنزل على اللمديات دغري. فانتوا بتعرفوا اذا عندكم ماتريس بدك تجيبوا له الابسونس ما بتعرفوا بتضربوه مثلا مليون مره بس هون صارت سهل علينا بس بنرفع البوسونس بس الدياجونال بهون لانه هون بصير عندي انا اذا رفعناها الابسونس ان بصير ان 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 لانه الدياجونال ماتريس الدياجونال الحلو فيه انه اذا رفعتوه الابسونس بس بترفعوا الدياجونال تاعه. ماشي دكتور يا تفضل بالنسبه للبولينوم كاركترستيك وقتها بنقول بي ا ايتيغال ا زيرو هيدا بيتحقق يعني بس اذا كان ال ا دياجوناليزابل لا ما شرط ما له علاقه دياجوناليزابل بيتحقق على طول وحتى لو كان عندنا سوليوشن ابارتيان با ار لا طبعا طبعا احنا كل شغلنا الاجباري يكون هذا توفر عندنا اجباري يكون عندنا سوليوشن ايه لو ما تحقق ما لنا مشكله بولينوم كاركترستيك ما له علاقه بال اذا دياجوناليزابل ولا او اذا ابارتيان ولا ما له علاقه البولينوم بالنهايه حيطلع داردر 3 او داردر 4 قصدي سيكوند ديجري او ديجري 3 ما له علاقه فينا نطبق الفورميل اللي هي بي ا لام بي ا ايكال ا زيرو ما بتتدخل بهالمواضيع هيدي. اوكي ميرسي. هلا من خلال الاكزرسيسات بتفهموه كثير. لا لاحظوا انا هلا شرحت لكم الكور كله تقريبا اي شيء جديد بنتذكره بنعيده. اوكي دكتور قبل هيدي الفورميل هيدي ما ذكرت لكم اياها
مزير جيومتريك بالنسبة هيدي الفورمي بتساوي ان موان ران للام واللام دا اي. اوكي طيب اسأليني، كنت عم تسأليني تفضلي. فيك بليز تعمل مينيمايز شوي للسكرين بس لانه في شيء ما نقلته فوق. شو بدي اعمل؟ بس انه تصغر الصورة بس في شيء فوق ما نقلته. هلا هون منيح واضحة ولا اسا مكبرها اكثر؟ منيح هيك؟ دقيقة لتيجي بعد ما اجت النت عندي كثير بطيء. وي مش الحال ميرسي. يا هلا. حدا عنده سؤال؟ طيب هلا بالاكزرسيسات سهلين، تحسوا كل اللي حكيته حييجوا نستفيد منهم. طلع الاكزرسيس، انا حطيت لكم السوليسيون ولا بعد؟ ما حطيت لكم السوليسيون ما هيك؟ طلع روحوا معي كالكولي لي فالير بروبر اي لي فيكتور بروبر اي دور لكال سون دياغونال دون سي اي دون ار. شوف لي اذا دياغونال بالسي والار. ليش اقول بالسي والار؟ لانه حسب السوليسيون اذا عنده سوليسيون ولا لا. لو جينا لعند الا ا اوكي 2 4 5 3 2 4 5 3 2 4 5 3. طبعا هذا لنحكي عن البولينوم كاركترستيك اجباري الفالير بروبلم طلع البوليروم كاركترستيك. شو بيساوي البوليروم كاركترستيك البي لامدا؟ دونك دغري بنحطه هيك ايجال الديترمينون للآ موان لامدا اي اي دو هون. يعني دغري بس عن دياغونال بنقص من اللامدا بيصير عندي انا دو موان لامدا وعندي 4 وعندي 5 وعندي 3 موان لامدا. يعني ايت ايجال هذا شو بيساوي؟ هاد ضرب هاد ناقص هاد ضرب هاد بيعطيني انا 2 موان لامدا 3 موان لامدا موان 20. فنحن هذا البولينوم كاركترستيك كيف بنطلع بنعمل بدنا نعمل له شو بدنا نعمل له فاكتوريزاسيون. سو بصير عندي 2 بيطلع عندي 6 موان 2 لامدا موان 3 لامدا plus lambda 2 moins 20. OK فهون est égal. فإذا بيطلع عندي lambda 2 يمكن moins 2 lambda moins 3 lambda moins 5 lambda 6 moins 20 يعطيني moins 14. OK فإذا بدنا نعمل له فاكتوريزاسيون. فاكتوريزاسيون لنشوف اذا عنده سوليسيون ولا الدلتا. شو بتساوي الدلتا؟ ب 2 موان 4 اسي بيعطيني انا موان 5 او كاري موان 4 اسي موان 4 ضرب شو؟ ضرب موان 14 ضرب 1. يعني بيعطيني الجواب تاعه بيعطيني 25 ما هيك موان. هلا هذا 4 ضرب 14 بيطلع 40 موان 56 ما هيك؟ plus 56 مهيك؟ مهيك يا جماعة؟ وي بيطلع 421 بيطلع 421؟ وي يعني عنده سوليسيون عنده سوليسيون. أول سوليسيون لامدا 1 إت إيجال موان بي 3 موان راديكال دو دلتا موان بي plus راديكال للدلتا على 2A مهيك؟ نسين أنا يعني نحط كل شيء بقيمته موان بي. شو بيطلع الموان بي؟ سو بيطلع الموان بي 5 موان 9 على 2
يبيعطيني 5 موان 9 على 2 بيطلع 4 موان 4 بيطلع موان 2 ما هيك؟ وي والثاني لامدا 2 ده المزير الجبريك لللامدا لانه هي فالير بروبر لانه من راسين دوبل هي راسين سامبل على كل حال حكتبه ولامدا 2 شو بيطلع لامدا 2 بيطلع معي ايتيغال 5 بلس 9 على 2 بيطلع 7 ما هيك؟ فإذا كم عندي فالير بروبر عندي لامدا يعني فعليا البي لامدا هدي كيف فيني اكتبه هو لامدا بلس 2 ولامدا موان 7 ما هيك؟ فإذا البولينوم كاركترستيك بيطلع شكله لامدا بلس 2 لامدا بلس 7 يعني أنا عندي لامدا 1 إتيغال موان 2 ولامدا 2 إتيغال 7 بما أنه طلعوا ديستانجي عندي اثنين ديستانجي سو بيكون هو ديغوناليزابل سو لامدا 1 ديفيران كي لامدا 2 الور شو الور طبعا بده يكونوا موجودين بالاير لو ما كانوا بالاير ما فيني انا اشتغل لانه فاذا الور ا دياغوناليزابل دون اير ودون سي دياغوناليزابل دون اير ودون سي كمان فاذا هو دياغوناليزابل باثنين حدا عنده سؤال على اللي اشتغلته دكتور بس خلي السكرين شوي نعم خلي السكرين بس شوي فوق طلعت لامدا بلس 2 لامدا موان 7 لامدا بلس 2 لامدا موان 7 يس اوكي ميرسي هيك ما انا ما حكتر خلص انا بكفي اليوم في شيء سؤال قبل ما سكر طيب بدكم شيء يلا اعطيك بس هني دكتور بالاكزرسيس طالبين نطلع لكل الماتريس ما هيك شو لكل الماتريسات صح ما خلصت الاكزرسيس هسه وي اوكي يلا بس حليت لكم اول بارتي لانه اصلا الوقت خلص وثانيا حسيت اعطيتكم معلومات كثيره اليوم وي يلا يعطيك العافيه باي باي باي